وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما حكم الحضرة الصوفية؟ ملخص الجواب: هذه الحضرة عمل مبتدع من حيث الهيئة ومن حيث المضمون. الحضرة هي اسم يطلق على نوع من الذكر الجماعي تقوم به طوائف من الصوفية، حيث يجتمعون في حلقة يرددون فيها طائفة من الأوراد والأذكار والأناشيد، وعادة ما يصاحب ذلك تمايل أو حركات رقص، وقد يصاحبها دف أو بعض آلات المعازف. وهذه الحضرة لا تجوز في شرع الله تعالى لأنها حوت جملة من البدع والمخالفات. عد معايا. المخالفة الأولى أنها تعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على مجرد الذكر الجماعي، فكيف إذا صاحبه رقص وغناء؟ وقد وقف عبد الله بن مسعود على رؤوس هؤلاء المجتمعين للذكر وقال لهم: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدركه. هذا الأثر رواه الدارمي وصححه الألباني رحمه الله. المخالفة الثانية: منافاة أدب الذكر من التضرع والخشوع والسكينة والوقار. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآيتان من سورة الأعراف، فذكر التضرع فيهما. الآية الأولى تقول ادعوا ربكم، والثانية واذكر ربك، ف
فكل من الدعاء والذكر لا بد فيه من التضرع. والتضرع هو التذلل والانكسار، وهو روح الذكر وروح الدعاء. وما يفعله هؤلاء في الحضرة هو مخالف للخشوع والتضرع، إذ عادة ما تقرأ الأوراد في هذه الحضرات بالتمايل والتطريب والصياح، وأحيانا بالرقص والدف والمعازف، وهذا كله يخرج هذه الحضرة عن باب التعبد حتى تكون باللهو واللعب أشبه، وأصبحت خالية من الخشوع والتذلل والخضوع. قال الطحاوي رحمه الله: وأما الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الرقص فلم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة، وقد قال الله تعالى في كتابه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار. المخالفة الثالثة مما اشتهرت به هذه الحضارات ما يسمى بالذكر بالاسم المفرد، وهو الاقتصار في الذكر على لفظ الله الله أو الضمير هو، وهو ذكر غير مشروع، فمجرد ترديد لفظ الله وليس في جملة مفيدة، فالأولى أن يقول لا إله إلا الله أو يقول هو، وهذا لا يفيد معنى حتى يذكر الله به، وليس هو من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها الله سبحانه وتعالى. فهو من التلاعب بالذكر، وهو من بدع الصوفية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذكر بالاسم المضمر هو أبعد عن السنة وأدخل في البدعة، ويحتجون على ذلك بقول الله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويظن أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول هذا الاسم المفرد الله، وهذا غلط باتفاق العلماء، فإن قوله تعالى في سورة الأنعام: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الاسم المفرد مظهرا مثل الله الله أو مضمرا مثل هو فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأسور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأئمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. قيل لأحدهم: لما تقول الله الله ولا تقول لا إله إلا الله؟
قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، خايف أقول لا إله ثم تقبض روحه وما يكملش. فهل هذا مبرر؟ الجواب لا، لأنه إن مات في هذه اللحظة يموت على نياته، ونيته أن يقول لا إله إلا الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت بلا إله إلا الله، وأمر بها عمه أبا طالب، قال يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها يوم القيامة. من أدلة الصوفية على ذكر الله الله وهم قيام، استدلوا بقوله تعالى في سورة الكهف عن أهل الكهف، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني هم قاموا فقالوا ربنا، وإحنا قمنا وقلنا الله، هو ده الدليل. الجواب من عند الإمام القرطبي، يعني ليس المرة من عند شيخ الإسلام ابن تيمية، بس بيقولوا ابن تيمية وهابي، وهو كان في القرن السابع، ومحمد بن عبد الوهاب في القرن الرابع عشر. ماذا قال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى إذ قاموا فقالوا؟ قال هذا يحتمل عدة معاني. المعنى الأول أن هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر. المعنى الثاني أنهم اجتمعوا وراء تلك المدينة، فقال بعضهم لبعض إني أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض، فتوافقوا على ذلك. قال القرطبي رحمه الله، قال ابن عطية وتعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قلت وهذا تعلق غير صحيح. هؤلاء قاموا فذكروا الله تعالى على هدايته، وشكروا لما أولاهم من نعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم، وهذه سنة الله تعالى في الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟ هيهات هيهات، بينهما والله ما بين السماء والأرض، ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. وعند قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا في سورة الإسراء، قال الإمام القرطبي، قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل وقد نص القرآن على النهي عن الرقص وذم المختال، والرقص أشد المرح والبطر، فما أقبح من ذي لحية، وكيف إذا كان ذا شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان، وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم هو إلى إحدى الدارين الجنة أو النار يرقص رقص البهائم ويصفق تصفيق النسوان. انتهى كلام الإمام القرطبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.